السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا عم اللمبي؟ عامل إيه يا عم اللمبي؟ كل عام وأنت طيب وسنة سعيدة عليك يا رب. الله يبارك فيك، أخبارك؟ أنا ماشي الحمد لله. تمام الدنيا معاك؟ تمام والله. كل عام وأنت طيب. انت طيب. اي امال بيت ما انت شاتل يعني الجراوة دي؟ سيادتك ده جراوس سعودي بيزود في الانتاج الالبان، وسلام انت شايف انا بشوف له في اي امراض اي جدال حشرات عشان نور الشهر. تمام. والجراو ده بيتشتل سيادتك، والباقي بتاكل منه. مدة وقته قد ايه على الارض؟ ده بياخد 7 سنين في الارض متوسطة. الباقي تحش يا لا تسقيه تحش تاني، وزي ما انت شايفه زي السكينة في الحلاوة، ياخذوا يدي معانا. يعني مدة الوقت بتاعه 7 سنين في الأرض. 7 سنين متواصلة من تاريخ ما انت بتشقها لحد تفضل 7 سنين تسقي. طب ولازم تطلعها بالمشتل؟ انت ما تنفعش تشيل تزرع على كده؟ لا هي بس الأفضل عشان التوقيت، وهي بتكمل مش بتفضل على حالها كده. يعني الواحدة بتبقى كده صغيرة كده وبتروح مكودة قد صنوتين زي دي. زي ما انت شايف. طيب ما فيش اي مشتلات تاني هنا في المشتل؟ لا، ناحيتنا في زيتون بطاطا وفي مانجا. طب نروح وفي نشوفها. تين نروح نشوفها. خيرات الله ان شاء الله نشوفوها. يلا نشوفوها مع بعض. يلا يا عم صار. زي ما انت شايف دي شكلات مانجا. ايوه المانجا العويسي. مانجا العويسي؟ ايوه هذا نوع من المانجا. امال يا عم اللمبي امال؟ هذا نوع من المانجا، وهنا في زيتون طماطا ومنزلين. ده زيتون وتفاحي ودلسي وعجيزي. هذا نوع من انواع الزيتون. وزي ما انت شايف هنا ده شكله كيف يا شيخ؟ العلب. شكله العلب دي؟ اه. ودي بانا زعتنين منها. زي ما انت شايف العنب بتشيل ام الكذبه بترد بالنص. شايل الجراب البلاستيك ده وتكون فحر الدورة إنه يبقى تمام يعني، وترجم حوالين منك وبس. ماشي عن اللمبي. ماشي عن اللمبي. وكذلك التين البرشومي. خلي بالك التين في الوادي الجديد ناجح جدا، المشروع جميل جميل فوق مما تتخيل. وانت لو رحت المزارع سهل بركة وكروين حاجة فوق القبعة بشوية. هناك مكان ربنا رمل وضبطناه، كل مكان على حسب الطبيعة بتاعته. يعني ما ينفعش يتعرض للشمس والهواء مرة واحدة. انسى. صبح صبح يا عم الحاج. صبح صبح يا عم الحاج، وسنة سعيدة قدموا الخير طبعا. أظن أنتم عارفين الملوخية.